ايش الصح باختيار معظم منتجاتكم من الممرات الخارجيه للسوبر ماركت؟ بتحبي تحصلي على شعر ناعم وكثيف ولامع؟ الوجبه الرمضانيه ما بتكمل من دون الحلويات. بالفعل في بعض المأكولات لما بنتناولها بتساعدنا على الحصول على التان بشكل اسرع. اذا بدك تاخدي عصير تاكدي انه 100% عصير طبيعي، وتناولي العلبه الصغيره اللي بتحتوي على 125 ملليلتر بس. كمان حتخلي سوري اكشن سوري ناطرتك حتروح لي عيني اليوم. الخطوه السادسه We're sitting here today. You have something after this. يلي رح تكون صحيه وطيبه بنفس الوقت. انا بحب اجيب معي عصير تفاح او برتقال معي. ريبيت من هلا ورايح. انا ببلش بعدين. ثلاث طرق غذائيه صحيه بتمكنكم من السيطره على مرض السكر. الكلمه دي من اكثر المشاكل يلي بنواجهها. شو هذا خضراتك ولا بطرونا يا عمي؟ شو وزعت عليهم مصاري؟ بليز اسكتوا. إذا فيكم ما تاكلوا بالمرة بيكون أحسن. انتبه أنت بعيني. Do it in my eye, please. كبت علي. توسخر علي. I have a weapon لكل حدا بده يتوسخر. وهي إلا هيدا مثلا كراين. شو هو؟ هاي شو دي أمك كان بلعب بشعري. فكرت خلصنا عملت هيك يعني. كلنا بنستمتع بتناول او اجا ايدن. هلا بنعيد 10 مرات. حلو اساسي ولا هيك وشن هيك. لا 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 هو عن جد له ريحة حلوة. ودايما تذكروا صحتكن بإيدكن والقرار لإلكن.